مثل ما تلاحظون هذه الخارطة مالتنا بهذا الشكل. هذه هي أوتو ترانسفورمر. طبعا هذه حالة تعليمية لنستخدم أوتو ترانسفورمر من أجل أن ننطي فولتية قليلة في لحظة التشغيل. وبعد ذلك هذا عندنا اللي هو ستار دلتا سويتش. هذه هي ملفات الاستيتار بهذا الشكل. وهذا هو وات ميتر 3 فيس على مود ممكن انه نقيس الانبوت باور الداخله الى الماطور. وهذه هي دائره التحميل اللي هي دائره الاي دي كارنت بريك اللي نستخدمها بعمليه التحميل من اجل ان نحصل على خصائص والكيرفات لهذا الماطور. الان حنبدي بعمليه التشغيل. اول ما حنربط هذا السويتش 3 فيس بهذا الشكل، فحنيجي نختار عندنا ثلاث وايرات بهذا الترتيب، وايرات قصيرة لأجل عملية الضغط بهذا الشكل. فهذا هو اللاين الأول، هذا هو اللاين الثاني، وهذا هو اللاين الثالث، هذا هو اللاين الثالث. الان ربطنا السويتش بالنسبه لنا، الان حناخذ من السويتش. طبعا الان دخل الثري فيس الى السويتش. الان بعد ذلك حنروح لوين؟ حنروح الى الاوتو ترانسفورمر، فحنحتاج الى وايرات ثلاثه طويله، بهذا الشكل، هذه الوايرات حنربطها بهذا الترتيب، هذا اللاين الاول، هذا اللاين الثاني، وهذا اللاين الثالث. حنربطها المن الى الانبوت مالتنا مال اوتو ترانسفورمر بهذه الكيفيه، الان حناخذ الطرف الاول حنوديه الى اميتر. هذا الاميتر حيكون ابو 20 امبير، هذا هو الاميتر، يقرأ لحد 25 امبير لانه تيار الستارتنج مالتي حيكون عالي، ولذلك حنستخدم اميتر ابو 25 امبير. وبنفس الوقت الريتد كرنت مالتي، مال الاندكشن موتور ايضا عالي حسب النيم بليت داتا من هذا الموتور، ولذلك اختارينا الاميتر هذا. حنبدي بعملية الربط. ناخذ هذا الواير الأول، حناخذه من الاوتبوت، زين، حنوديه إلى أميتر أبو 20 أمبير. هذا هو الأميتر أبو 20 أمبير. هسه من الأميتر حنروح المن إلى إيروان على الستار دلتا سويتش، فمن هنا حنروح بهذا الشكل من الاميتر الى وين؟ الى L1. ما ننسى هذا السويتش في بداية التشغيل حيكون على الستار. الان انتهينا من الخط الاول، نجي على الخط الثاني مباشرة من الأوتو، حيروح المن إلى اللاين الثاني. من الأوتو حيروح مباشرة إلى اللاين الثاني. لذلك حنبدي بعملية الربط. نبدي ناخذ من الأوتو الطرف الثاني، نروح المن إلى اللاين الثاني بهذا الشكل، الآن نجي على الخط الثالث من الأوتو، حنروح به الى كارنت ترانسفورمر. الفائده من هذه كارنت ترانسفورمر انه تخفض التيار الداخل الى الوات ميتر، الى الكويل مال الوات ميتر، من اجل انه الوات ميتر لا يحترق بالنسبه لنا. ولذلك حناخذ من الاوتو نروح الى الكي كابسول بهذا الشكل. فلذلك هذا هو الطرف الثالث، حناخذ المن الى الكي كابل بهذا الشكل اللي هي مثل ما قلنا كرنت ترانسفورمر. ومن ال هذا طرف ال حسب ما موجود بالرسم يروح الى ال 3. من ال حنودي الى ال 3.
منا من الـL حنروح لوين؟ إلى L3 بهذا الشكل، إلى L3 بهذا الشكل. الآن انتهى هذا الجزء، نجي على من؟ نجي على الواط ميتر، نربط الواحد ويا كي سمول وثلاثة ويا L سمول، واحد ويا كي سمول وثلاثة ويا L سمول، فهذا هو الواحد حنربطه ويا كي سمول، وثلاثة هذه هي ثلاثة حنربطها ويا من؟ ويا L سمول، ويا L سمول. الآن عندي 2 و5 و8، 2 حنربطها إلى L3، 2 نربطها إلى L3، و5 نربطها إلى L2، و8 نربطها إلى L1. فنبدي الآن هذا العدة 2 مثل ما قلنا، لوين حنربطها؟ 2 إلى L3، هذه 2 حنربطها إلى L3، وبعد ذلك 5 حنضربها نربطها الى L2، وخمسة هذه 5 نربطها الى L2، وثمانية وين حنربطها؟ وثمانية هذه 8 حنربطها المن الى L1، حنربطها الى L1. الآن حنيجي نربط فولتميتر على التوازي بين أي تو لاين، بين L1 و L2 أو L1 و L3 بكيفنا. فهذا الفولتميتر أبو 400 فولت، فين حنصعد بالفولتية بحدود 220 فولت حسب النيم بليت داتا مالتنا، فلذلك حنربط الفولتميتر إلى L1 و L2، إلى L1 و L2. فهذا الفولتميتر الطرف الأول حربطه إلى L1، وهذا هو الطرف الثاني فولتميتر أربطه إلى L2، إلى L2. الآن حنجي نربط أطراف الستيتر، نربطها إلى أطراف السويتش، إلى أطراف السويتش. خلينا نلاحظ هذا الشيء. لاحظ هنا عندي أطراف U, V, W, X, Y, Z. هذه الأطراف الستة حتربط مباشرة وين؟ إلى الأطراف هذني اللي هي U, V, W, و Z, X, Y. حنربط الأطراف الستة هذولي إلى الأطراف الستة هذولي. فلذلك حنبدي بعملية الربط بالشكل التالي. بالشكل التالي حنجي هذا اليو حنربطه الى يو. الان الطرف الاخر اللي هو الفي حنربطه إلى ال V، هذا ال W حنربطه المن إلى ال W، هذا اللي بعده هو ال X حنربطه إلى ال X، هذا ال Y حنربطه إلى ال Y، وهذا الأخير اللي هو الزد حنربطه إلى الزد بهذا الشكل، إلى الزد بهذا الشكل. الآن انتهينا من ربط الدائرة هذه بشكل متكامل. نروح على دائرة التحميل اللي هي دائرة الـ AD Current Break، ودائرة بسيطة هي نبدي من الموجب نروح إلى المقاومة، من الموجب نروح إلى المقاومة، هذا الطرف الموجب حنروح إلى المقاومة، هذه هي المقاومة بالنسبة لنا. الآن من المقاومة حروح إلى
أميتر، من المقاومة هروح إلى أميتر. أميتر اللي هستخدمه أبو 6 أمبير، من المقاومة أرجع إلى أميتر. طبعا أميتر دي سي، أميتر دي سي، هذا الأميتر أبو 6 أمبير بهذا الشكل، لأنه الإي دي كارنت بريك يعمل على فولتية وتيار دي سي. الآن من الأميتر نروح المن للإي دي كارنت بريك، فمن الأميتر هذا، من الأميتر حنروح لوين؟ للإي دي كارنت بريك. والإي دي كارنت بريك مزود بتورك ميتر على موج يقيس لنا التورك اللي دا يصير على الماطور. نرجع من الطرف السالب إلى السالب مال السبلاي، من السالب نرجع إلى السالب مال السبلاي. هذا الطرف السالب، نرجع المن إلى السالب مال السبلاي مالتنا. بعد ايش حنحتاج؟ فولتميتر يربط على التوازي ويا السبلاي، وهذا الفولتميتر اعتيادي حيكون فولتميتر دي سي، فولتميتر دي سي. فهذا هو الطرف الموجب، نودي الى فولتميتر، هذا هو الفولتميتر الدي سي، وهذا الطرف السالب، وهذا الطرف السالب. حندخله الى الطرف السالب، وبهذه الحالة نكون انهينا عملية ربط الدائرة وباقي عملية التشغيل.